السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ معكم اليوم المحاضرة الخامسة، وحنتكلم على موضوع النهايات. على بركة الله نبدأ بموضوع النهايات، وحيبدأ وحنعرف أن موضوع النهايات يعتبر مدخل أساسي لموضوع التفاضل والتكامل. أولا نعرف النهاية، تعريف النهاية. نقصد بالنهاية عندما نقول أن نهاية الدالة، نهاية الدالة F X هي العدد N، هي العدد N شنو إن هو عدد حقيقي، عندما تقترب X من المقدار ثابت C. إذا نقصد بالنهاية عندما نقول أن نهاية الدالة F X هي العدد N، والN هو عدد حقيقي، عندما تقترب X من مقدار ثابت C. أي أن نحن تعريف الدالة، تعريف النهاية رياضيا، لمن لما X تؤول إلى C للدالة F X تساوي N. إذا هنا تعريف النهاية رياضيا، تعريف النهاية رياضيا، تعرف النهاية رياضيا لمن لما الإكس تؤول إلى سي اللي هو المقدار الثابت هذا سي للدالة إف الإكس هتساوي الإم. أي أن الدالة إف الإكس عندها نهايتها هو العدد إن عندما يقترب إكس من العدد سي. تعريف النهاية رياضيا لمن لما الإكس تؤول إلى سي للدالة إف الإكس هتساوي الإن، للدالة إف الإكس هتساوي الإن. أي أن الدالة إف الإكس عندها نهاية وهو العدد إن عندما يقترب إكس من العدد سي، عندما يقترب إكس من العدد سي. بعد ما عرفت النهاية وعرفنا تعريف النهاية رياضيا، هناخد مجموعة تمارين لهذا التعريف. مثال: أوجد ناتج النهاية لما الإكس تؤول إلى 2 أو إكس تقترب من 2 للدالة 2 إكس زائد 1. شنو نوع الدالة 2 إكس زائد 1؟ هي دالة خطية. تعال نحل المسألة هذه أو المثال هذا. حيساوي إكس يقترب من 2، يعني كل ما نلاقي إكس بالناحية إكس من وضع بدلة لعدد 2، هتصبح 2 ضرب 2 زائد 1 هتساوي 4 زائد 1 وهتساوي الخمسة، إذا نهاية الدالة نهاية الدالة 2 إكس زائد 1 لما إكس تقترب من 2 هتساوي 5. مثال آخر هو مثال رقم 2: أوجد ناتج النهاية لما الإكس تؤول إلى 0 للدالة إكس زائد 1، إكس زائد 1 هي دالة شنوها؟ دالة خطية. الحل: إكس تؤول إلى 0، يعني بنحي قيمة إكس بنحط بدلها 0، 0 زائد 1 تعطيني 1. إذا نهاية الدالة إكس زائد 1 لما الإكس تقترب من 0 قيمتها 1. مثال رقم 3: أوجد ناتج النهاية لما الإكس تؤول إلى 1، الدالة الكسرية هذه إكس على إكس زائد 2، إكس تؤول إلى 1. تعال نعوضه، ولما نعوض ما عادش نكتب كلمة النهاية، لما نعوض نجيب ناتج النهاية ما عادش نكتب كلمة النهاية، هتساوي 1 في البسط مقسوم على 1 زائد 2 هتساوي ثلث، مثال رقم 4: أوجد ناتج النهاية لما الإكس تؤول إلى 0، الدالة الجذر التربيعي لإكس تربيع زائد 4، إكس تساوي إلى شنو؟ إكس تساوي إلى 0، هتساوي الجذر التربيعي لصفر، طبعا هو صفر كل تربيع عليه صفر، 0 زائد 4، جذر 4 شنو بيساوي؟ 2، جذر 4 هيساوي 2 وهو ناتج هذه النهاية. بعد ذلك ننتقل لموضوع آخر: النهايات اليمنى واليسرى. تعرف النهاية اليمنى كالآتي: لما الإكس تؤول للعدد المقدار الثابت هذا سي بالموجب F of X هتساوي R. وتعرف النهاية اليسرى لما X تؤول إلى المقدار الثابت C بالسالب للدالة F of X يعطيني L، حيث نقصد بالرمز C بالموجب يذكر بأن قيمة الإكس أكبر من المقدار الثابت C، وسي بالسالب يذكر أن قيمة الإكس أصغر من المقدار C هو المقدار الثابت. إذا هنا عندنا النهاية اليمنى والنهاية اليسرى. تعرف النهاية اليمنى
لما الاكس تقترب من مقدار سي بالموجب للداله اف الاكس يعطيني الار، وتعرف النهايه اليسرى لمن لما الاكس تقترب من المقدار الثابت سي سالب الداله اف الاكس يعطيني ال، حيث قلنا المقدار الثابت سي بالموجب يذكر بان قيمه اكس اكبر من المقدار الثابت، وسي بالسالب يذكر ان اكس اصغر من المقدار الثابت اللي هو سي. بعد ذلك عندي ملاحظة، هل نهاية الدالة اليمنى هتساوي نهاية الدالة اليسرى؟ أي هل ال هتساوي ال R؟ الجواب ليس دائما. إذا كانت نهاية الدالة اليمنى هتساوي نهاية الدالة اليسرى، هذا يعني أن نهاية الدالة موجودة. إذا عندي ملاحظة هذه، هل نهاية الدالة اليمنى هتساوي نهاية الدالة اليسرى؟ الجواب ليس دائما. إذا كانت ال هتساوي ال R، هذا يعني أن شيء نهاية الدالة F الإكس موجودة، هذا يعني أن نهاية الدالة F الإكس. أما إذا كانت نهاية الدالة اليمنى ما تساويش نهاية الدالة اليسرى اللي هي ال R ما تساويش ال، هذا يعني أن النهاية للدالة F الإكس لما الإكس تقترب من العدد من المقدار الثابت C غير موجودة. إذن أنت نقول النهاية الدالة اليمنى هتساوي نهاية الدالة اليسرى إذا كانت الدالة موجودة. حنقول أن نهاية الدالة اليمنى هتساوي نهاية الدالة اليسرى. أما إذا كانت نهاية الدالة اليسرى ما تساويش نهاية الدالة اليمنى، فحنقول أن الدالة غير موجودة. مثال: أوزن النهاية اليمنى واليسرى للدالتي الدالة F إكس، عندي بيان دالة لافتتاح علامة مجموعة، إكس زائد واحد لما الإكس أقل من أو تساوي اتنين، الإكس خيرها هنايا أقل من أو تساوي اتنين، معناها خيرها النهاية الدالة هنا من ناحيين اليسار. الدالة الثانية ناقص تلاتة على اتنين إكس زائد ستة لما الإكس أكبر من اتنين، معناها الدالة من ناحيين اليمين. ده الحل. الدالة من ناحية اليسار لما الإكس تقترب من عدد 2 من ناحية اليسار، إكس زائد واحد و2 زائد واحد تعطيني 3. نهاية الدالة اليمنى اللي هي ناقص 3 إكس ناقص 3 على 2 إكس زائد 6 لما تقترب من عدد 2 هتعطيني 3. شو لاحظنا هنايا؟ إن نهاية الدالة اليمنى هتساوي 3 ونهاية الدالة اليسرى هتساوي 3، هذا يعني إن خيرها النهاية خيرها موجودة. حسب الملاحظة لقينا نهاية الدالة اليمنى مساوية لنهاية الدالة اليسرى، هذا يعني أن شيء النهاية موجودة. بعد ذلك ننتقل إلى خواص النهايات، وأول خاصية من خواص النهايات اللي هي نهاية المقدار الثابت. ليمت لما الإكس تقترب من السي للدالة إف الإكس هتساوي ليمت لما الإكس تقترب من السي المقدار الثابت بي هيساوي البي. ليمت لما الإكس تقترب من السي للدالة إف الإكس هتساوي ليمت لما الإكس تقترب من السي للمقدار الثابت بي، هتكون ناتج النهاية بي. مثال: ليمت لما الإكس تقول إلى العدد 3 للمقدار الثابت 5 اللي هي الدالة الثابتة هي مقدارها 5 هيعطيني 5. ليمت لما الإكس تقترب من 3 للدالة الثابتة اللي هي المقدار الثابت 5 هيعطيني 5. ليمت لما الإكس تقترب من 5 للمقدار الثابت اللي هو 2020 اللي هي النقطة بربعها الدالة الثابتة اللي هي 2020 هتعطيني 2020. بعد ذلك بنتكلم عليه الخاصية الثانية للنهايات. ليمت لما الإكس تقترب من العدد سي من مقدار سي للدالة إف الإكس هتساوي ليمت لما الإكس تقترب من سي للدالة إكس هتساوي السي. مثال: ليمت لما الإكس تقترب من صفر للدالة إكس هتساوي صفر. شوفها مع بعض. لمن لما الإكس تقترب من صفر للدالة إكس هتساوي صفر. ولم مثال تاني:
لمن لما الاكس تقترب من واحد الداله اكس هتساوي واحد. اذا الخاصيه الثانيه، خاصيه ثانيه، لمن لما الاكس تقترب من سي للداله اف اكس هتساوي لمن لما الاكس تقترب من سي للداله اكس وهتساوي سي. هتساوي هو سي هو المقدار الثابت تقترب منها. مثال لمن لما الاكس مثال واحد، لمن لما الاكس تقترب من صفر للداله اكس هتساوي صفر. مثال رقم اثنين، لمن لما الاكس تقترب من واحد للداله اكس هتساوي واحد. اذا هذه هي الخاصيه الثانيه في الخواص. خذينا الخاصيه الاولى، خذينا عليها مثال، خذينا الخاصيه الثانيه، خذينا عليها حتى هي امثله. الخاصيه الثالثه اللي هي خاصيه نهايه جمع دالتين. الخاصيه الثالثه اللي هي خاصيه نهايه جمع دالتين، لمن لما الاكس تقترب من السي للداله اف اوف الاكس زائد جي اوف الاكس هتساوي لمن لما اكس تقترب من السي للداله اف اوف الاكس زائد نهايه لمن لما الاكس تقترب من السي للداله جي اوف الاكس. الخاصيه الثالثه نهايه جمع دالتين، الخاصيه الثالثه نهايه جمع دالتين. اذا لمن لما الاكس تقترب من السي للداله اف اوف الاكس زائد جي اف الاكس هتساوي لمن لما الاكس تقترب من سي للداله اف اوف الاكس زائد لمن لما الاكس تقترب من سي للداله جي اوف الاكس. يعني هي وزعنا النهايه على الداله اف اوف الاكس، وايضا وزعنا النهايه على الداله جي اوف الاكس. مثال لمن لما الاكس تؤول الى السي او تقترب لمن لما الاكس تقترب من 3 او تؤول 3 للداله اكس تربيع زائد 4. داله اكس تربيع زائد 4 شنو بصبح لي؟ هتساوي لمن لما الاكس تقترب من 3 للداله اكس تربيع زائد لمن لما الاكس تقترب من 3 للداله 4. وهتساوي الاولى اكس تربيع اكس تؤول الى 3 مع اكس وداله اكس تربيع بصبح 9، والدالة الثانية نهاية المقدار الثابت. هو المقدار الثابت اللي هو أول خاصية حديناها في خواص النهايات، اللي هو أول خاصية، وحتساوي 4. إذا 9 زائد 4 شو حتساوي؟ 13. إذا الخاصية الثالثة كلمنا فيها عليه نهاية جمع دالتين، نهاية جمع دالتين. الخاصية الرابعة حنكلم على نهاية طرح دالتين. الخاصية الرابعة حنتكلم على نهاية طرح دالتين. لمن لما الاكس تؤول الى صفر، لمن لما الاكس تقترب من السي للدالة اف اوف الاكس ناقص دالة جي اوف الاكس هتساوي لمن لما الاكس تقترب من السي للدالة اف اوف الاكس ناقص لمن لما الاكس تقترب من السي للدالة جي اوف الاكس. اذا الخاصية الرابعة خاصة بنهاية طرح دالتين، نهاية طرح دالتين، هذه الخاصية الرابعة. مثال لمن لما الاكس تقترب من 2 للدالة اكس تربيع ناقص 5 اكس، الدالة اكس تربيع ناقص 5 اكس. هبصبح لمن لما الاكس تقترب من 2 للدالة اكس تربيع ناقص لمن لما الاكس تقترب من 2 للدالة 5 اكس. اكس تؤول 2 للدالة اكس تربيع قيمتها 4 ناقص ليمت لما الاكس تقترب من 2 للداله 5 اكس 2 في 5 ب 10، و4 ناقص 4 ناقص 10 هيعطيني ناقص 6. اذا نهايه هذه الداله هتكون ناقص 6. اذا الخاصيه الرابعه تكلمنا عليه نهايه طرح دالتين، نهايه طرح دالتين. الخاصيه الخامسه هنتكلم على نهايه حاصل ضرب دالتين. الخاصيه الخامسه هنتكلم على نهايه حاصل ضرب دالتين. لمن لما الاكس تقترب من السي للداله اوف اوف الاكس مضروبه في الداله جي اوف الاكس تعطيني تساوي لمن لما الاكس تقترب من السي للداله اف اوف الاكس دونها بين قوسين مضروبه القوس الثاني في لمن لما الاكس تقترب من السي للداله جي اوف الاكس. الخاصيه الخامسه اللي هي نهايه حاصل ضرب دالتين، نهايه حاصل ضرب دالتين. مثال لمن لما الاكس تؤول الى 7 الداله الاولى اكس زائد 1 مضروبه في الداله الثانيه اكس ناقص 5. مثال لمن لما الاكس تقترب من 7 للداله الاولى اكس زائد 1 مضروبه في الداله الثانيه اكس ناقص 5. الحل لمن هتساوي لمن لما الاكس تؤول الى 7 للداله اكس زائد 1
مضروبة في ليمنت لما الاكس تؤول إلى 7 للدالة اكس ناقص 5. الدالة الأولى اكس لا تقترب من 7، واكس زائد 1 7 زائد 1 هي 8، والثانية 7 ناقص 5 بتعطيني 2، و8 في 2 16. إذا نهاية الدالة الثانية شو حتكون؟ 16. بعد ما عرفنا النهاية رياضيا هناخد عليها مجموعة أمثلة. مثال: أوجد ناتج النهاية، أوجد ناتج النهاية، هذا مثال رقم 1، لمن لما الإكس تؤول إلى 2 الدالة 2 إكس زائد 1. شنو هذه الدالة 2 إكس زائد 1؟ هي دالة خطية، هي دالة خطية اللي أخذناها في المحاضرة السابقة، اللي هي المحاضرة أخذناها أنواع الدوال. نبي ناتج نهاية الدالة 2 إكس زائد 1 عندما إكس تؤول إلى 2 أو عندما الإكس تقترب للعدد 2. الحل هتساوي دالة، يعني هنحي قيمة إكس، إكس هنحط لها بدلها 2، وحاول لما نجي نعوض ما عادش نكتب كلمة النهاية. هتساوي 2 ضرب 2 زائد 1، 2 ضرب 2 ب4 زائد 1 بيعطيني 5. إذا مثال: أوجد ناتج النهاية، النهاية مثال رقم 1، لمن لما الإكس تؤول إلى 2 للدالة 2 إكس زائد 1. عوضنا 2 ضرب 2 زائد 1، 4 زائد 1 5. مثال رقم 2: أوجد ناتج النهاية لمن لما الإكس تقترب من الصفر، أو نقول إكس تؤول إلى الصفر للدالة إكس زائد 1. شنو هذه الدالة؟ أيضا هي دالة خطية. نعوضه بقيمة إكس تؤول إلى الصفر، ولما نعوض ما عادش نكتب كلمة النهاية، هتساوي صفر زائد 1 وهتعطيني 1. إذا ناتج هذه النهاية 1. مثال رقم 3: أوجد ناتج النهاية لمن لما الإكس تؤول إلى 1 للدالة إكس على إكس، إكس مقسومة على إكس زائد 2. شنو هذه الدالة؟ دالة كسرية. تعال نعوضه، هتصبح إكس تؤول إلى شنو عندي؟ إكس تؤول إلى 1، هتساوي هتساوي 1 في البسط على المقام 1 زائد 2، يعني حيرك حتصير بدلها 1، هتصبح 1 على 3، 1 على 3.